لذيذة لذيذة حبيتها. هيك الاسبانيولي اوف كورس سبانيش. حبيت الموفمنت كمان. لازم نبلش بالبرنامج، ما حدا اتغزل كل الاغاني لهلا. خلودا نحن اول فقره عنا بضربة حظ هي اسئله مبنيه على علاقتك بالارقام. يعني الارقام لها علم ولها الفلك مبني على الارقام. في ناس كثير بيتفائلوا بارقام معينه، في ناس بيحسبوا يعني بدي اتجوز بهاليوم لازم اعمل هيك كثير. حبك انها انت منك من هالنوع خالص. الارقام بتعني لك شيء؟ عندك ارقام بتحبها يعني مواليد التواريخ يمكن بيرث دايز وهيك البيرث دايز يعني تواريخ اعياد ميلاد بناتي مثلا ومراتي وميلادي. دايما كان بيحصل لي حاجه غريبه جدا، دايما كنت كل ما ابص في الساعه الرقميه الاقيها دايما يعني في الوقت طبعا المغرب مثلا بتبقى 6.11 ده عيد ميلادي. فطول الوقت كل ما ابص كل يوم يا يعني اما الفجر مثلا الصبح او بالليل ببص على الرقم الساعه الاقيها 6 وبعدين 11. شو يعني بدنا نقول لك هابي بيرث داي؟ مش لا اللي فات اه صح. انت 6 11 ايه مش من زمان. لا بقاله حاجه بسيطه. عقرب انت؟ عقرب. ياي يا مامي. لا ليه؟ احنا حلوين قوي والله. هو في عقارب لذيذين، عقارب عاملين على حمل كده، وفي عقارب عاملين على عقارب. بس العقرب برج كثير جذاب عند الرجل، يعني واضح برج حلو للرجل. والمرأة كمان العقرب أنا بحبها. حنبدأ قالوا لي بدايتي من الإعداد إنه العقرب بحب الستات. هو مين ما بيحب الستات دي؟ مش حاجة يعني. بس هو العقرب بيحب كتير يعني، عارفة لو في حبيب؟ حبيب. بس لو حب انسوا يعني خلاص خلاص. الضربة القاضية، مفيش ضربة الحظ القاضية. يلا ربنا يا رب. هنشوف الأرقام على الشاشة ورح نختار رقم أنت بتحبه ونسأل السؤال. alright. خلينا نقول 11 عشان يبقى نوفمبر. ألبومك الأخير أستاذ الهوى كنت توقعت له نجاح معين، أنت مبسوط من النجاح اللي حققه؟ وشو هي أكتر أغنية علقت مع الناس؟ هقول لك حاجة، أنا كنت متخيل إن هو ممكن يبقى منتشر أكتر من كده. أوكي. إن يبقى فيه مجهود أكبر إن 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 الألبوم يوصل للناس بشكل كبير، بس طبعًا للأسف وجود المشكلة الأزلية بتاعت صناعة الموسيقى، يعني إن الألبومز كلها بتتسرب على النت، فللأسف المنتج ما بيقدرش يدفع أكتر في البروموشن أو الدعاية بتاعت الألبوم. فمش الكل بيبقى عارف قوي، بس الحمد لله بنسبه كبيره جدا انا راضي. بس انا ورا الالبوم لغايه ما يحقق اللي انا عايزه. ان شاء الله قريبا جدا هيبقى في اغنيه ثانيه هتنزل مصوره. اوكي. الاغنيه دي اسمها الامل الاخير، دي اغنيه مهمه جدا في الالبوم، اغنيه اجتماعيه بتتكلم عن تعليم الاطفال. تخيلي لما يبقى في رساله في البوم زي ده استاذ الهوى، في اغنيه اجتماعيه بتتكلم عن تعليم الاطفال. والاغنيه دي فعلا اتصورت في الفيوم في احد المدارس هناك، وان شاء الله قريبا هتبقى موجوده على شاشه مزيكا باذن الله. وهل هذا الشيء استهواك لانك صرت بي وبتعرف قد ايه مهم انه الواحد يكون عنده اولاد وقد ايه يعلمهم ويحلم معهم ويكون عنده امل ببكره احلى وهن المستقبل؟ والله اقول لك حاجه يعني وفي نفس الوقت انا عندي المشكله دي، عندي المشكله اللي انا حاططها دايما ان الاطفال هم مستقبل البلد، هم مستقبلنا. فالاطفال دول لو ما اتعلموش صح المستقبل هيبقى فيه خلل. ومش عايزين نكرر المشاكل اللي كانت بتحصل زمان والناس اللي ما قدروش يخلوا اولادهم يتعلموا لاي سبب ما، سبب مثلا اكيد الفقر، وبيخلوهم يشتغلوا. فهم بيكتسبوا مهنه حلوه او حرفه كويسه، بس في الاخر مش متعلم، مش قادر يقرا، مش قادر يكتب، مش قادر يفيد مجتمعه، مش قادر يفيد نفسه. صح.